بديت أول ابتدائي رسم عادي، بعدين معلمتي فنية دعمتني وأجابها رسمي، ظلت استمر بالرسم المعلمات همين حب الرسم وشجعني، ظلت أنا أرسم وحدي. أول شي بديت أطبع، أطبع الرسمة مرة مرتين بعدين أرسمها وحدي، وأي رسمة يعني أبديها كخطوط أول شي ما تطلع عدلة أرجع أعيدها مرة ثانية على ما تضبط عدل. الرسمة اللي أرسمها تقريبا تطلع ضبط الصورة، ومن أرسمها أراويها لأهلي يطون الأخطاء اللي لازم أصححها. يعني مو كلش صعبة. أول شي بديت بالتشكيلي، مو صعب كلش، مجرد تلوين، ولين أنا بديت بالفحم فالدمج عادي سهل. يعني أتمنى بعدين أكمل دراستي وبعدين ألتجأ للرسم، أقدر أسوي معرض، بس بوقت ماكو دراسة بالأطلاع أسوي. شنو الأعمال غير الرسم اللي تسويها؟ من كنت صغيرة كنت أسوي مثلاً طنس صناعي، حياكة، هسه أكثر شيء رسم. لا يعني كنت أسويها كهواية، أنا بالنسبة لي أسويها تونس بيها، بس مو مبيع. لا والله ردة فعلي كانت كلش حلوة، لأن بداياتها كانت حلوة. يعني أنا تفاجأت بيها من كانت ترسم، فبالبداية كانت تخطيط، بس التخطيط كان كلش حلو، يعني مو كان عمرها أصلاً، وشوية شوية بدأت تطوره. وشن أكو ذا ترسم لي فد لوحة أقلها فد هذا المكان فد خطأ يحتاج تصحيح، دورات أنا صح وياها، يعني كان قدامه كل الرسم هذه. فكنت أنا هم عندي شوية مهارات بالرسم كانت، فأنا كنت يعني دائما أساعدها بهذا الشيء. يعني كانوا يتعجبون بالصور مالتها على اعتبار هي المرحلة الابتدائية اللي بلشت فيها، من أراهم الصورة قالوا هاي مرحلة ابتدائية، كانوا يتفاجئون بهذا الشيء. قالوا هاي عندنا مثلا الطلاب مال معهد فنون ما يوصلون لهذا المستوى، على اعتبار هو يعني المستوى مالتها، يعني شلون العمر الابتدائي كانت عمرها مثلا خلينا نقول 7 سنوات 8 سنوات 9 وترسم فد لوحة معينة، يجوز طالب مال طالب فنون ما يوصل لها، يعني الراد لفت فترة معينة الله يقدر يسوي مثلها. يعني هي تعلمتها بصراحة، حتى مو أنا علمتها، هي تعلمتها. إذا تستخدم اليوتيوب وتطلع من عنده شغلات وتقدر هي شوي شوي تقوي يعني المهارة مالتها الموجودة. أكيد في أي شيء تحتاج أنا موجود، والدتها موجودة، وأي شخص موجود يعني كلها تدعم بهذا الموضوع. ما حد اعترض على أي شيء، وشنو تحتاجه إحنا موجودين، ماكو مشكلة بالموضوع. شنو الخوف الموجود؟ يعني فالشخص عنده موهبة، ليش ما أخليها تبرز هاي الموهبة؟ شنو المانع منها؟ يعني هسه عندي غدير ترسم، تسوي أعمال يدوية، تسوي حياكة، موضوع طبيعي هذا.